الحلقة دي أنا ما كنتش ناوي أعملها، بس بناء على طلب ناس كتير جدا طلبوا مني الحلقة دي. فأنا قررت أعملها بناء على رغبة الناس. الجزء التاني من كنا طيبين أوي يا خال مع المحللاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من المحللاتي. قبل ما نبدأ حلقتنا اعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لأن اللايك ده بيشجعني جدا لما بشوف أعداد اللايكس، وآخر الحلقة إن شاء الله هستنى التعليق بتاعك علشان أنزله في آخر الحلقة. حظر التجول قعدنا في بيوتنا، فمفيش حاجة نعملها غير إن احنا نتفرج على أفلام كرتون مع الولاد. فافتكرت فورا طلبات بعض الناس اللي طلبوا مني إن أنا أعمل جزء تاني من حلقة كنا طيبين أوي يا خال، حلقة رقم 33. لو ما كنت شفتها ارجع اتفرج عليها الاول وبعدين ارجع كمل الحلقة دي تاني. الناس اللي علقت بقى على الحلقة اللي فاتت وقالت يا عم ده كرتون، يا عم ده حاجات للاطفال. ما انا عارف يا جماعة والله انه كرتون وحاجات للاطفال، ما انا كمان جاي اهزر يعني معاكم برضو واضحك مش واخد الموضوع بجد قوي، يعني ليه واخدين الموضوع على صدروك قوي كده؟ عمي ده خير، الفراغ يعمل اكتر من كده. يلا بينا نبدأ. فيلم لاين كينج هو من اوائل الافلام بتاعه الانيميشن او الكرتون اللي بدات تشد كمان الكبار مش بس الصغيرين. اول فيلم تقريبا اتعمل وخد جوائز عالميه. ما اعتقدش ان في حد ما اتفرجش على لاين كينج او الاسد الملك او سيمبا واثر فيه جدا، بس لما اتفرجت عليه تاني لقيت شويه حاجات كده غريبه حبتين. من ضمنهم مثلا المشهد ده الماستر سين بتاع الفيلم، لما كان الاسد سيمبا الصغير بيجري من القطيع ده علشان ما يموتوش. هو ليه ما دخلش اي جنب يمين ولا شمال يتدرى فيه؟ ما الدنيا قدامه واسعه، ليه اصر يجري عشان هما يجوا ورايا؟ وفيلم طرزان كمان، فيلم طرزان برضو من الافلام القديمه قوي. طفل اتربى في الغابه، تصرفات الحيوانات، لغه الحيوانات، شعره طويل زي ما انتوا شايفين، مفيش لبس غير ورق الشجر زي ما انتوا شايفين. انما الغريب في الموضوع مين اللي كان بيحلق لطرزان دقنه؟ دي ناعمه زي الحرير، سبحان الله. فيلم علاء الدين من الافلام اللي كلنا بنحبها برضو. علاء الدين كان فقير فكان بالشكل ده، لكن لما اتغنى ابيض، سبحان الله، الظاهر انه استحمى باين. ولادي بقى دوشني بموضوع سبونج بوب ده، فقعدت اتفرجت على شويه سبونج بوب كده، بس بصراحه كان هيطير البرجين اللي فاضلين في نافوخي. ده مسلسل كرتون بيحصل كله تقريبا تحت الميه، فتحت الميه الراجل لابس البابل اللي انتوا شايفينها دي علشان ياخد اكسجين، بغض النظر ان الاكسجين جاي منين محدش عارف، بغض النظر ان هي جواها ايه محدش عارف ومش مهم مش هتكلم عن ده. لكن هو بينفخ ازاي البابل دي؟ الهواء طالع منين ده ان كان فيه هواء اصلا؟ انا مش مستوعب بصراحه. تخيل. ولا التاني اللي قاعد بيعزف ده بينفخ ازاي وبيوصل ازاي للآلة الموسيقيه دي؟ والسؤال اللي كان دايما شاغل بالي وانا بتفرج ان سبونج بوب ده سفنجه اصلا، سفنجه اصفر كموني زي حماده هلال ما كان بيقول كده. طب السفنجه دي لما تيجي تغسل اطباق، معلش معلش، تخيل ان هو بيغسل اطباق، يا ترى بيغسل الاطباق بايه؟ تحت البحر عاملين بسين، ماشي نعديها، انما البسين اللي تحت البحر ما فيهوش ميه، دي اللي حاجه غريبه بصراحه. كائن الكابوريا ده قايم بدور الاب، لما اتجوز وخلف خلف مين بقى؟ حوت. الاب كابوريا والبنت حوت. الراجل ده عمرنا ما شفناه لابس فانيلا حمالات اصلا، دايما قاعد على البحر بالمنظر ده كده، ومع ذلك واخد تان وسايب مكان الحمالات. طب ازاي الجماعه دول بقى لما اتشقلبوا على دماغهم كده الهدوم فضلت زي ما هي؟ لا تاثير على الهدوم من الجاذبيه ابدا، تقولش بلاستيك. الجماعه دول الشعر بتاعهم منبته الجمجمه على طول، منبته العظم، لذلك حتى بعد ما يموتوا ويتحللوا الجمجمه بتفضل بشعرها زي ما هي. ليه بقى لما يبقوا عايزين يوصلوا لنا ان هم متجوزين او عيله واحده يخليهم لنا كلهم توائم كده نسخه من بعض؟ مش عارف. المسلسل ده بقى ترند السوشيال ميديا. استنى استنى قبل ما تبدا اي حاجه اصلا، لو ما كنتش عامل سبسكرايب للقناه تحت انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، واعمل لايك حتى من قبل ما تكمل الحلقه، واستنى لغايه الحلقه ما تخلص واكتب كومنت علشان انزله لك في اخر حلقه زي ما هتشوف في الاخر. المسلسل ده من سنه 1989، عائله سيمبسون. من سنة 89 إلى الآن، علما بأن الأحداث بتتغير وأن الأحداث اللي بتتعرض اليومين دول هي الأحداث الحاضرة والمعاصرة فعلا، إلا أنهم من 31 سنة لغاية النهاردة، سيمبسون 10 سنين وليزا 8 سنين
والطفلة الصغيرة دي سنة زي ما هم، من 31 سنة أعمارهم هم زي ما هم، تحس إن هم فامبايرز ما بيكبروش. فامبايرز إيه ده؟ الفامبايرز دول عايزين حلقة لوحده. أنا مش هتكلم التيشيرت بيتلبس إزاي، ومش هتكلم على شكل الدماغ دي والجمجمة دي جت إزاي، أنا مش هشغل بالي بكل الكلام ده، ولا هشغل بالي بالنسبة والتناسب أصلا ما بين الرأس والجسم والرقبة خالص. تخيل. إنما الكاب ده ليه؟ الكاب ده إيه الهدف منه يعني؟ يعني محطوط كده ليه؟ أيام الإنسان البدائي بقى، العصر الحجري قبل الميلاد، الجماعة دول كانوا بيحتفلوا بالكريسماس. كريسماس يعني مولد المسيح قبل الميلاد أصلا. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. لا لا استنى، قبل ما تخرج دول بيتفرجوا كمان على تلفزيون في العصر الحجري. صحيح هو التلفزيون حجارة ما فيهوش أسلاك، إنما الصورة ملونة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السنافر، إنها إزاي كانت محبوسة جوه القضبان دي. طلع الموضوع ملوش علاقة بالسنافر بس، ده طلع سيم في كل الكرتون أساسا. سبايدر مان ما هو ما طلعش ليه؟ سبايدر مان بقى الإنسان الخارق ده، واخدين بالكم متكتف إزاي؟ هي دراعاته جوه الرباط، ومع ذلك متثبت يا أخي سبحان الله. ده متكتف بالإيحاء، عشان تعرف إن الإيحاء ساعات بينفذ حاجات في الواقع فعلا. الكرتون بقى ده اللي هو يعني من النوعية دي من الكرتون، يعني لو قعدت اتكلمت فيها هتكلم فيها 3 سنين. فأنا مش هتكلم عن حجم العيون بالنسبة للوش، مش هتكلم بالنسبة للمناخير اللي ساعات بينسوا يرسموها أساساً، أو هم تقريباً طول الوقت ناسين يرسموها أصلاً. إنما عدسة لاصقة بالحجم ده تركب على العين بالحجم ده، طب إزاي طيب؟ ما يتصغر العين يتكبر العدسة. تخيل. سيبك من العين، ليه البق بالشكل ده؟ يعني تخيل إن البق لو بالشكل ده فعلياً، تحس إنه فتحة تانية طلع في الجنب كده، إيه الحكمة يعني؟ وليه لما بيجوا عياطوا بيقلبوا فايبريشن، والدموع تفضل تتهز وما تنزلش، ولو نزلت تبقى فيضانات وشلالات وسيول زي ما انت شايف؟ ليه دايما عندهم الشعر بالشكل ده؟ ده معناه ان الرؤية بالشكل ده؟ ايه غاصبهم على كده يعني؟ حاولت ان انا افرق في الكرتون ده بين الولاد والبنات، ما لقيتش الحقيقة. بص معايا كده، ده الولد ودي البنت، واشكال كتير قوي. تقدر تطلع لي الولد من البنت؟ لا استنى، انا عرفت، دي البنت وده الولد، عشان الولد قافل الزراير انما البنت فاتحه. انا ما عنديش مشكله ان الكلب يسوق عربيه، تخيل، انما رجليه طايله الدواسات ازاي؟ ليه الارنب باني بيبقى مش لابس خالص، مع ان البنت بتاعته بتبقى لابسه طول الوقت؟ صح انا اسف، لا ده لابس جوانتي. خد بقى من شويه دول حدث ولا حرج، حركات الاندهاش على الوجوه دايما بتبقى بالشكل ده، تحس ان هما سيليكون مثلا. وبعدين هما مش بيموتوا، هما بيتفعصوا بس، بياخدوا الاشكال بتاعت الحاجات اللي بيخبطوا فيها بس، كلهم بالشكل ده، ويرجع يتنفخ تاني عادي مفيش مشكله. ولما ييجوا ياكلوا تحس ان جسمهم كله معده، جسمهم بياخد نفس شكل الاكل ايا كان. اخر حاجه هتكلم فيها بقى، توم وجيري احنا عارفينهم اهم، وقلنا في الحلقه اللي فاتت ان هم لما بييجوا يروحوا البسين او لما ييجوا يروحوا البحر بيلبسوا بالشكل ده. ليه جيري لما كان بيستحمى اتكسف من توم؟ مش لاقي لهم منطق خالص بصراحه. وانا برضو مش هتكلم في الحلقة دي عن كابتن ماجد. كابتن ماجد ده اللي فاضل من التراث بتاعنا يا جماعة. كابتن ماجد ده صاحب الارقام القياسية في حاجات كتير جدا، فخلينا متمسكين كده شوية بجزء من التراث بتاعنا، محافظين عليه وبلاش نجرح فيه اكتر من كده. ارجوكم بقى محدش يطلب مني جزء. روح يا حبيبي اشرب. ارجوكم بقى محدش يجي يطلب مني جزء تالت تاني، لاني مش ناوي اتكلم في الموضوع ده تاني بصراحة. بفكركم تاني، سبسكرايب للقناة، لايك للفيديو، كومنت علشان انزلهولك في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية من an octopus, do 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 octopus, do 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 octopus.